جاء أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك، مواصلة لنهج سموه في الحفاظ على الاستقرار المعيشي لمختلف فئات المجتمع في مملكة البحرين. حرص متواصل من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاستقرار المعيشي للمواطنين تحقيقا لتطلعاتهم. وفي هذا الصدد جاء أمر سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين. مملكة البحرين ليست حديثة العهد بهذا التوجه الرامي إلى حفظ حقوق المواطنين ودعم معيشتهم، حيث أكد الباب الثاني من دستور مملكة البحرين في مادته الخامسة أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة، ما يعني بأن الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين هو أمر بالغ الأهمية، وأكد عليه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مرارا وتكرارا. وعند الحديث عن الضمان الاجتماعي، تأتي جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقدمة الجهات المعنية بهذا الملف المهم، حيث أن الحكومة بدأت في يناير الماضي تعديل شرائح صرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمحدود الدخل وفقا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، بزيادة برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل ومستحقي الضمان الاجتماعي بواقع 10%. ويأتي قانون الضمان الاجتماعي المعدل نتاج عمل بين الحكومة والسلطة التشريعية من أجل رفض الجهود للارتقاء بحياة المواطنين، خاصة الفئات المعنية بالضمان الاجتماعي، ما يؤكد أن كافة السلطات في مملكة البحرين لم ولن تدخر جهدا من أجل ضمان حفظ حقوق المواطنين ودعم معيشتهم.